رجل له منزل يؤجره، وفي نيته إذا ربح بعض المكسب أن يبيعه بعد ذلك، وقد حال عليه الحول، فهل يخرج الزكاة على قيمة الإيجار وعلى قيمة المنزل؟ إذا نوى بيع المنزل، إذا نوى بيع المنزل وأجره ينتظر من يأتي لاشترائه، فإنه يجب عليه تزكية الأجرة وتزكية المنزل، لأنه أصبح سلعة تجارية معروضة للبيع، فيزكي الاثنين، الأجرة وقيمة المنزل. نعم.